بالمقارنة مع باقي الاتحادات، وأعطي الدليل أو المقارنة مع اتحاد أمريكا الجنوبية، يعني 10 دوري من 10 منتخبات في يتأهل 5 الأوائل أو 4 الأوائل والخامسة العام الملحق، في إفريقيا دور أول دور ثاني فيه 40 منتخب، وأيضا دور فاصل في 10 منتخبات. هي تصفيات صعبة جدا زي ما الكابتن حسن بن عيشة بن عبيشة، وأنا بحييه أولا إن هو يعني مدرب كبير، وأنا بقول التصفيات الحالية ظالمة جدا للفرق القارة الأفريقية. تصفيات صعبة جدا، وبخلاف كده يعني إحنا لو جينا نشوف في الأول والآخر الاتحاد الأفريقي يعني على التصفيات هتكون الأخيرة ممكن تكون تصفية واحدة بس، يعني في قرار طلع من الفيفا إن اللائحة إن سابقة الكاف، فهيكون ممكن تكون مباراة فاصلة واحدة وهتكون أصعب. يعني حاليا مش هنعرف يوم إلا يوم 18 إيه اللي هيطبق في التصفيات النهائية، يعني هيكون مباراة فاصلة بقرار الفيفا ولا هتكون ذهاب وإياب. يعني الزميل الصحفي محمد سعيد قناة الأهلي طرح الموضوع ده، وفعلا احنا لغايه الان محتارين ايه اللي هيكون في التصفيه النهائيه، يعني هل هيكون قرار فعلا من الفيفا ان هو هيكون مباراه فاصله واحده ولا هتكون ذهاب واياب؟ حتى ذهاب والاياب مش هيكون التصنيف الاولاني كمان على فكره. نعم.